كلية التقنيات الطبية والصحية أسست عام 2011 تسعى لإعداد كوادر وملاكات تقنية متخصصة لخدمة التخصصات الطبية المختلفة والعمل في المختبرات الطبية وإجراء التحليلات المختبرية والفحوصات الكيميائية السريرية. وتمتاز الكلية بوجود كادر علمي كفوء بتخصصات علمية مختلفة، الدراسة فيها 4 سنوات باللغة الإنجليزية وللدراستين الصباحية والمسائية. يمنح المتخرج منها شهادة البكالوريوس تمكنه من العمل في المستشفيات والمراكز الطبية والصحية، وتؤهله لإكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.